مرحبا بكم مشاهدينا. عدد نهار اليوم هو عدد خاص لأنه ريحة رمضان رايحة تجوزوا مع مجموعة من الشباب السوري المغترب بالجزائر. ابقوا معنا وما تروحوش بعيد. السوريون جو للجزائر وفرضوا وجودهم من خلال مطاعمهم اللي نلقاوهم في كل مكان، وما ننساوش محلات القماش والألبسة أيضا. وجهتنا كانت لولاد فايت، وين قصدنا بيت أحمد وصحابه. الاستقبال كان هايل، وهذا ماشي جديد على السوريين. الحمد لله، واش راك انت؟ لاباس؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. انتم بضيافتنا. الله يسلمك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. يا ميت اهلا وسهلا. الله يسلمك. تفضلوا البيت بيتكم. شكرا. الله يسلمك. صحيح. واش راكم؟ والله الحمد لله. لاباس؟ كيفاش مع رمضان؟ والله الحمد لله، الله يخليكم. كيفاش جازوا الايام الاولى تاع رمضان؟ والله الحمد لله. القصره كانت على الغربه والبعد على العائله اللي عادة نحسوا به خاصة في رمضان، وكيفاش حتى قدروا يتأقلموا معاه. مجموعة من الشباب عايشين، أهالينا بسوريا ونحن عايشين هون. محمد شاب سوري يقرأ ويخدم في نفس الوقت، عايش بيناتنا منذ 10 سنين ونفس الوقت موظف بشركة. جاي حضر لكم مفاجأة. حضر لكم مفاجأة. اعرزوا رومين في عنا. فوت برنامج تبع ريحة رمضان قناة النهار. عفت فجأة فاتوا على البيت وحكونا اليوم معزومين على الفطور عنا بدون عزيمة فاتوا. بس البيت بيتنا، عرفتي؟ توأم رح من بعض. نظن رح يكون عندي مشكلة اليوم في التصوير. مشكلة مع مين؟ مناش وراه كتيبة وراه. بعد ما جت توأم عبيدة وكتيبة من المارشي، جاء وقت الكوزينة وين دخلنا كامل باش نبداو الطياب، ومحمد هو الشيف. يعني فيه كلش، المهم فيه واش تحقوا. كنا عندنا الكبسة اليوم نساوي كبسة سعودية. بالمقبلات راح نساوي شربة عدس تركية والمتبل والفتوش. يعني من كل بلد حتكون حاجة. ايوه من كل بلد. حتى اليوم يعني من غير ما تجون احنا كنا حاطين هذا البرنامج، هذا البرنامج انه تبع اليوم. شو تسوي؟ هلا نحن كنا في دائما الدجاج منطفينه وحاطينه بعد اذنك. يا كتيبة جيب لنا الخضرة. يعني الكبسة حتكون من يديك اليوم؟ اليوم الكبسة. وش نديروا فيها الكبسة؟ هلا سر الكبسة، سر الكبسة البهارات. البهارات. والرز البسمتي. عرفتي؟ هلا طريقة صنع الدجاج، الدجاج لازم يكون يعني مغسول منيح بالطحين، هي الفرينة، الخل، الليمون، ويبات. يبات في يبات بالخل. بالخل. بالخل عشان يساعدنا على طبخه. ماشي بالبهارات، لا بالخل. لا بالخل، لأنه البهارات بس نشويه. أما هذا راح يرجع للمي، يعني إسحال قد ما بيتي في البهارات، بس تحطوا له المي راح تروح كل ال. راح كلش. راح كل. كبسة اليوم راح تكون من يدين محمد اللي طيبها بالدجاج، البصل ومختلف البهارات اللي معظمها يجيبوها من لبنان. صار كل شيء عصري، كل شيء هاي، حتى الشباب بطل. درك درت القرفة. قرفة تاع العود. العود. ايوه. قرفة تاع العود. هاي البهارات يعني بعدها جديدة، جتنا من لبنان. تبعنا اول مرة استخدمناها. يعني اشتغلنا فيهن برمضان، بتعرف رمضان والطبخ لازم البهارات. رجعنا كملنا اللي جبنا ورجعنا جبنا. هذا وراء الغار. هذا الرند، احنا نقولوا له الرند. نحن نقول وراء الغار. هذا الزنجبيل. دوك هذا فلفل عكري، احنا نقولوا له فلفل عكري. بس هذا حر شوي. كاين فلفل عكري الحار، كاين الحلو. الحلو. هذا الحلو. نحط شوية ماء سخنة. هذا هو المرق اللي قلنا نشد لك الغطاء. أيوة. ونغطي ونخليه على مهله حتى يستوي الدجاج ويدوب. ما نخليك أنا يتكمل ونروح على الوجبة الثانية. نروح نشوف التوأم وش راهم يديروا. خذي راحتك. ونولوا لك. خذي راحتك. يلا.
كتيبة واش راك ديرنا؟ كنا ندير فتوش خضار. فتوش هو عبارة على واش؟ الخيار، البندورة، المعدنوس، الليمون، نزيدوا له الملح والخس هك. يعني هي سلطة؟ سلطة تعتبر مثل سلطة، ونزيد لها الخبز المقلي، نقلي الخبز ونديره فوقها. الخبز السوري هذا اللي نعرفه. ايه نقطعوه ونقلو بالزيت بعد ان هي كما قلنا سلطة غنية، يعني في واحد في رمضان لازم، هي لازم برمضان لازم الشوربة من بعد الفتوش من بعد الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي في الوقت اللي كتيبة كان يوجد سلطة الفتوش، خوه كان يصفي في عصير التمر الهندي. حبيت زعما نعاونهم، عطاو لي نقطع لهم الطماطيش باش يزيدها محمد في الكبسة. ودير لها بطاطا الطماطم مصبره، ديروا لها شويه بطاطا الطماطم مصبره شويه، ها لازم تطبخي بالليمون. درت لها الليمون، جمع عطره بالليمون اخر شيء. تما ترمي لها كما نقولوا حنايا دي طونش تاع القارص. الليمون جوست الطيب. جوست الطيب ثاني تعلق عليه جوست الطيب. جا دوكا وقت الكبه. طيبت لهم انا اللحم المرحي بالبصل، الزيت، الفلفل الكحل، الملح وشويه قرفه، في الوقت اللي كان الشباب يوجدوا في البرغل. نحن مسوينا هيك، بعدها تحامينا فيها باش نشكلوها، وفي الاخير حبه ما جات تشبه لخوتها، لكن الضحك كان هو اللي غالب في الأجواء. ما نجحت فيه. لا يحترق. بعد كل المحاولات والاتصالات آخر شيء حتى الكبة ناجحة. الكبة ما تقسمت الناش في الزيت. لا ما تفتحتش. 3 أيام تشتغل فيها. نحن بدينا نص ساعة. في نص ساعة درناها خلصنا. ما يديروا 3 سوايع. 3 أيام. 3 أيام. تنحيه باش دير الرز. نحط الرز معه يستوي. هلا هذا آخر شيء نحطه على نفس الرز، نحطه على الوجه. زيادة. شوفي نخليه يستوي على البخار. قد ما فينا نخليه على البخار. ونطفي النار. لا نخلي النار بس بنخليها خفيفة. هلا النار رح تستوي، وآخر شيء لسه قريب يستوي بنحط فحم. عشان ياخذ ريحة الفحم، طعمة الفحم. الفحم وين؟ وين تحطه؟ نحن نحط طبقة من الألمنيوم، بنثقبها ونحط فحم، نشعل شوي يشرب ريحة الفحم. بصير ربة الرز مدخن. وهيك بتكون هذا الطبق الرئيسي تبعنا جاهز، بده شي نص ساعة ماكسيموم. يعني الكبسة خلاص راهي في المرحلة الأخرى ديالها. آخر مرحلة. يعطيكم صحة. الله يخليكي. أخيرا خلصنا بعد كل أنا. والله غير طبلة ما شاء الله. أون ديغي با يعني ما أخذنا وقت كثير. ماشي غير الوقت. اللي يشوف ما يقولش باللي مشي أنا شباب أنا لازم يكون 6 بيت اللي مطيبة. اللي يشوف يقول 6 بيت. يعطيكم الصحة على كل حال. سنكون مقبول. كان يوم مميز. الله يسلمك صح كان مميز. كان اليوم مميز بالنسبة لنا. صيامنا قصرناه بعصير التمر الهندي، وبدأت مغامرة تذوق واستكشاف الأطباق من أيادي الشباب السوري بالنسبة لي. وباش نقول الصح، لو كان ما شفتهم شي طيبوا كنت نقول المرة اللي طيبت.
كل الكب اللي سويتيها. صح. اي طبق الواحد يقدر صح. يديره المهم يكونوا عند مفاجأة اليوم مو نحن اليوم عنا ضيوف ولهن ضيوف عنا وعليكم السلام مساء الخير في السهرة لحقوا أصحابهم منهم سوريين متزوجين جزائريات ومنهم اللي ما زال يحوس على بنت الحلال وفي وسطهم فريد صاحبهم الجزائري جزائري الله يبارك هون كمان سوري متزوج جزائرية الله يبارك منشرفين الله يخليك هون سوري عازب الله يبارك هم شباب سوري جمعتهم علاقة صداقة وأخوة في الجزائر واللي ربما ما كانش ممكن يتعرفوا لو كان راهم في سوريا الشاي الأحمر العصير والهريسة السورية شبحنا بهم القعدة والقصرة كانت أكيد على ذكريات وطنهم الأم ووطنهم الثاني الجزائر بس كما هذا العالم اللي تعالى ما تكون موجودين نفضل ان يكونوا الاصحاب والاحباب موجودين كلينا وشربنا وخاصه ضحكنا اجواء السهره بين هاد الشباب المغترب كانت خاصه تديت له مره خلاص انا يبقى الطبق الرئيسي مشاهدينا كما تبعتوا معنا عدد اليوم من رحلة رمضان كان عدد خاص جوزناه مع مجموعة من الشباب السوري لينقلوا لنا أجواء رمضان من سوريا إلى الجزائر في الأخير نقول لهم يعطيكم الصحة على هذا النهار وانتم نقول لكم صحة صحوركم وبقوا على خير ودرت البهارات بشكل عام العدس ما عنده بهارات كثير يعني بياخذ الكمون فلفل اسود والملح. بس هو بيمشي مع الكبه اكثر شيء.